ارتفاع كبير بعدد الإصابات في الأردن بعد تسجيل 5861 إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد. أكثر من 20,000 إصابة جديدة في روسيا وتسجيل 442 حالة وفاة جراء الفيروس. أهلا بكم. أعلنت دائرة صحة ديالى تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 17,020 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات الشفاء نحو 15,799 حالة بعد تسجيل 111 حالة شفاء جديدة وتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة جراء الفيروس. إجراءات مكثفة اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا من خلال زيادة عدد المختبرات الخاصة بالفحص الوبائي في عموم العراق وتجديد حملات التوعية تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. زيادة المختبرات والفحص الوبائي ومخزون الأكسجين يمثل استعدادا جديدا أمام وزارة الصحة والبيئة التي قالت إنها ما زالت تتهيأ للحصول على لقاح فيروس كورونا لمواجهة انخفاض درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة، إذ تمت مناقشته في اجتماع ضم العديد من مديري الصحة العامة. اللقاح لم يصل أي دولة بالعالم، ما زلنا مع اتحاد جافي مع الشركات المنتجة، لدينا تواصل البارحة لحد يعني منتصف الليل كان لدينا تواصل مع مدير عام الأمرو ومنظمة الصحة العالمية. العراق حجز الحصة مالته ضمن اتحاد جافكس، وننتظر إن شاء الله قراره من قبل منظمة الصحة العالمية، وبالتالي سيصل العراق بإذن الله. الأقسام الفنية والصيدلة وأقسام الصحة العامة وأقسام المختبرات والشعب النظيرة في بغداد والمحافظات أيضا اليوم حاضرة لمتابعة جهود الوزارة في مواجهة جائحة كورونا وتأكيد الاستعدادات لاستيراد وتوزيع اللقاحات حال إقرارها. مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أكدت أن انطلاق المنهاج الدراسي الجديد يتطلب التزام إدارات المدارس الحكومية والخاصة بيوم واحد لدوام التلاميذ، وأن يقتصر معدل وجود الطلبة على 12 طالبا في الصف. أكدنا أيضا على متابعة المدارس وشعب الصحة المدرسية أن تقوم بزيارات ميدانية للمدارس والاجتماع مع إدارات وعمل دورات وندوات للمعلمين حول الإجراءات الوقائية، وإحنا كما قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية هو دوام يوم واحد في الأسبوع لمرحلة مرحلة. نحن مع يعني بدء العام الدراسي مع الأخذ بنظر الاعتبار الضوابط الضرورية اللي وضعتها خلية الأزمة في الوقاية الصحية وخصوصا وباء كورونا، وبالتالي هذه الإجراءات كلها حتى يكون الإجراء يوفر موضوع السلامة لطلبتنا وتلاميذنا. اجتماع وزارة الصحة مع المؤسسات الصحية يهدف إلى تكثيف حالة التثقيف التي تعتمد على الوقاية العامة وبالتشخيص المبكر لتقليل عدد الوفيات والإصابات التي انخفضت إلى 2.2 بعد أن كانت 4.2. من بغداد محمد العيداني، العراقية الإخبارية. نسب شفاء متقدمة بين مرضى كورونا أكدتها النتائج المختبرية في مستشفيات الديوانية التي وصلت إلى أكثر من 95% من المصابين بالوباء بعد الارتفاع الكبير في قدرة المؤسسة الصحية في التعامل مع هذا المرض. نسب الشفاء تجاوزت 95% في ذي قار، وهي الحالات المسجلة رسمياً من مرضى فيروس كورونا منذ بدء الوباء ولغاية إعداد التقرير. هذا الارتفاع الكبير في نسب الشفاء يتطلب بالمقابل التزاماً أكبر بإجراءات الوقاية والاحتراز من قبل المواطنين وتعاونهم مع الملاكات الصحية لدعم تلك الجهود المبذولة. في محافظة ذي قار الآن الحد اليوم الإصابات هي 22,441 وحالات الشفاء لحد هذا اليوم هي 21,000 تقريباً، يعني تقريباً 21,000 حالة شفاء. حالات الشفاء توصل إلى أكثر من 95%.
يحدد الأطباء في الحالات الشديدة للإصابة بكورونا الالتزام بعدد من الأمور ككمية الأكسجين الصناعي ومدة الاعتماد عليه وطريقة النوم وتمارين التنفس الصحيح والتي تسهم بسرعة شفاء المرضى. هذه بعض التمارين التي ينصح الأطباء بها مرضى كورونا والتي يجب أن ترافق تناول الدواء المخصص لكل حالة وعدم اجتهاد المرضى أو المرافقين في إعطاء العلاج أو زيادة نسب الأكسجين للشخص المصاب وبعض المفاهيم الطبية الخاطئة. لابد من تحديد الرئة المصابة إذا كانت الرئة على اليمين، لابد أن يكون النوم على اليسار، يعني أن ينام المريض على الجهة السليمة. إذا كانت الرئتين مصابة يعني لابد ينام على الوضع المستلقي على البطن، وهذا ما معمول به يعني في حتى في الدخوليات في المستشفى، وهذا راح يحسن من عملية الأكسجين بالإضافة إلى النفس العميق والشهيق والزفير. التمارين الرياضية، طبعا التمارين الرياضية هي مفيدة لمعالجة المصابين اللي عنده اختناق ضيق تنفس، إنه ينام على بطنه والمرافق مالته يبدي يطبطب على ظهره حتى إنه المريض يقح ويطلع البلغم مالته ويطلع الفيروس. هاي التمارين مهمة تفيد المريض في العلاج. هناك أكلات مفيدة للمرضى المصابين بفيروس كورونا هي الحمضيات والبرتقال والابتعاد عن السكريات، لأن السكريات يعني الدراسات الحديثة أنها تقلل المناعة. من داخل مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، علي حسن، العراقية الإخبارية. والحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم معنا من ذيقار الدكتور صلاح غياض. أهلا بك دكتور. بداية حدثنا عن نسب الشفاء المتقدمة في ذيقار، بماذا تعلل السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم وبقناتكم الكريمة. أهلا بك. صراحة دعم وزارة الصحة لدائرتنا لعب دور كبير في توفير الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير الأجهزة الطبية الخاصة بالتنفس، حيث قمنا بإنشاء أكثر من 17 مركز عزل على عموم المحافظة، ومركزيا كان هناك مركز الشفاء في مستشفى الحسين التعليمي الذي استقبل الكثير من المرضى. سياسة الوزارة في توفير الأدوية المنقذة الحياة والتي أسهمت كثيرا في تقليل عدد الوفيات وزيادة نسبة الشفاء لعبت دور كثير في تقليل عدد الوفيات وتسريع عملية الشفاء بالنسبة للمرضى المصابين في محافظة ذيقار. كذلك نلاحظ قلة في شراسة المرض في المحافظة على الرغم من عدم التزام أبناء المحافظة بلبس الكمام واتباع الطرق الصحيحة في محاربة هذا الوباء. طيب، يعني بماذا تعلل السبب لمعرفة الفيروس أكثر؟ لماذا هو غير منتشر في ذيقار بنسب كبيرة كغيرها من المحافظات بالرغم من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية؟ هل لك معلومة حول ذلك؟ صراحة بالنسبة لهذا الفيروس هناك سلوك غريب، حيث نلاحظ أن محافظة ذيقار كثرت الإصابات فيها بعد شهر من انتشار الجائحة، مما سبب إصابات كثيرة أدت إلى تزاحم المرضى في مستشفياتنا. ولحد الآن نحن في دائرة صحة ذيقار لدينا استراحة محارب، حيث تستعد الكوادر الطبية في دائرة صحة ذيقار من الجيش الأبيض لاحتمالات وجود موجة ثانية من هذا المرض، خصوصا بعد فترة الإغلاق الثانية التي بدأت في عموم العالم، حيث نستعد في دائرة صحة ذيقار على أهبة الاستعداد على مدار الساعة. طيب دكتور، يعني بالحديث عن الموجة الثانية التي ينتظرها العراق بأجمع محافظاته وأيضا العالم، الموجة الثانية من الفيروس، هل أخذتم احتياطاتكم في المستشفيات؟ هل ستبقى نسب الشفاء مرتفعة بعد وصول الموجة الثانية إلى ذيقار؟ هناك عاملين صراحة يعني نوليهما اهتمام. أولا تغير درجات الحرارة وبدء موسم الإنفلونزا البوابائية التي تتسبب بإصابات كثيرة بأمراض الجهاز التنفسي، وقد يشمل فيروس كورونا أحد هذه الأمراض وأكثرها انتشارا. أما السبب الثاني هو انتظارنا لفترة بدء العام الدراسي الجديد وخوفا من انتشار المرض ما بين أبناء المحافظة من خلال دوام المدارس، لذلك تؤكد دائرتنا
على أن يكون الدوام في مدارس مدينة مدن محافظة ذي قار هو يوم واحد في الأسبوع، أي يوم واحد في كل مرحلة خلال مدة 6 أيام، خصوصا بعد إلغاء يوم السبت، ولا يجب أن لا تكون هناك تكدس للطلبة خوفا من انتشار المرض ما بين أبناء المحافظة من خلال دوام طلبة المدارس الذين يكونون هم حاملين للمرض وينقلونه لغيرهم من ذويهم من الذين كبار السن وغيرهم من الفئات المستهدفة من هذا المرض. نعم، يعني دكتور بصورة موجزة سألتك عن الاحتياطات والإجراءات التي اتخذتموها في وزارة الصحة في ذي قار استعدادا للموجة الثانية وأيضا بدء العام الدراسي الجديد. صراحة سؤالكم من شقين، الشق الأول هو زيادة التوعية وتركيز على شعب الرقابة المدرسية من أجل متابعة المدارس وزيادة الوعي الطبي لدى الكوادر التربوية العاملة في مدارس المحافظة. أما فيما يخص توفير الاستعدادات اللازمة، لازلنا نبني مراكز العزل في عموم أقضية المحافظة وزيادة الغطاء السريري، حيث قمنا بزيادة الغطاء السريري إلى 1267 سريرا على عموم المحافظة، وتوفير الأدوية وتوفير أجهزة التنفس وغيرها من المستلزمات الضرورية في إدامة عمل المؤسسة في حال لا سمح الله انتشار لأي موجة جديدة من الإصابات في المحافظة. دكتور صلاح غياض المتحدث باسم صحة ذي قار، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. انخفاض ملحوظ باستخدام بلازما الدم في علاج المصابين بكورونا في مستشفيات الديوانية رغم توفر الأجهزة المتخصصة بهذا العلاج جراء قلة المتبرعين بهذه المادة الحيوية من المتعافين من هذا الوباء. تنطوي تقنية العلاج ببلازما النقاهة على استخدام دم الأشخاص الذين تعافوا من المرض من أجل مساعدة الآخرين على التعافي. هذا النوع من العلاج يستخدمه في الحالات الشديدة من الإصابة بكورونا. البلازما الدم ينعطي بفترة محددة من المرض، إذا يتأخر ما يفيد وقد يكون يضر. الفترة هي من يتحول المريض من المتوسطة إلى الشديدة ينعطي بلازما الدم إلى مرحلة معينة. إذا وجد الطبيب أنه هاي العاصفة المناعية قد تبدي لازم ما ينطي بلازما الدم لأنه يصير ضرر مفائدة. دائرة صحة محافظة الديوانية وفرت جهاز فصل البلازما مع جميع مستلزماته الضرورية، والتي أكدت قلة المتبرعين من المتعافين من كورونا خصوصا في الآونة الأخيرة. الآن الحمد لله رب العالمين الجهاز موجود، سيتات تريمة اللي تخص هذا البلازما موجودة، لكن المتبرعين مع الأسف الآن قلة اللي يتواصلون معنا. فبهالمناسبة هذا ندعو كافة المتشافين بعد ما يشافه ب14 يوم يقدر يجينا نفحص له احنا فحص كامل. بالنسبة لي يعني أنا كنت مصاب بفيروس الكورونا والحمد لله تم شفائي، والآن أتبرع بمادة البلازما، يعني المرضى الباقيين يستفادون من عند هاي المادة، لأن هاي المادة مو كل واحد يتبرعها، لأن بس المصاب وعند الفحوصات وجدت إنه يعني مهيئ لهاي التبرع بمادة البلازما. المتبرعون ببلازما الدم يخضعون لعدة إجراءات صحية، منها التأكد من الشفاء التام من كورونا وعدم إصابته بالأمراض الأخرى والتي يمكن أن تنتقل من شخص لآخر. فرحان مراد، قناة العراقية الإخبارية، الديوانية. والحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم معنا من الديوانية معاون المدير العام لصحة المحافظة الدكتور يحيى فالح. أهلا بك دكتور. هنالك شبه عزوف من قبل المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بمادة البلازما، برأيك ما السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة. حقيقة التبرع بالبلازما انخفض بالآونة الأخيرة لعدة أسباب. أحد الأسباب هو عدم الحاجة من قبل الأطباء الاختصاصيين للبلازما حسب البروتوكول العالمي، والموضوع الثاني هو عملية انتقاء الأشخاص الذين يتبرعون بالبلازما أو ما تسمى بلازمة النقاهة. مثل ما تفضلتم بالتقرير اللي أعديتوه، تعطى البلازمة النقاهة في فترة معينة قبل ما تبدي العاصفة
اللي عاصفة الكورونا سايتوكونين ستورم سموها، وحتى ما يأثر على المريض. فعندنا الأشخاص المتعافين لازم احنا نستخلص من عندهم البلازما النقاهة، موجود الجهاز موجود عندنا في الديوانية والسيتات أيضا متكاملة. في فترة بعد الشفاء 14 يوم إلى 28 يوم يكون هذا عندهم العامل المناعي أو المادة المناعية وما تسمى بالأنتيبودي كلش فعالة، وراح تساعد المريض اللي مصاب في بلازما في مرض الكوفيد 19 أو الكورونا من التعافي من المرض، إضافة للبروتوكولات العلاجية. ما ننسى البروتوكولات العلاجية تبقى مستمرة ونضيف إلها بلازما النقاهة. يعني لم يكن هنالك عزوف من قبل المواطنين المتعافين بالتبرع بالبلازما؟ هو صراحة مو عزوف تام، بس المواطنين يعني ما عندهم ذاك الوعي أو ما عندهم ما يعرفون يعني هم هل هم مستعدين أو هل هم يمتلكون المستوى الأنتيبودي اللي هو اللي يساعد في المناعة، بحيث هو راح يفيد يعني المرضى في هذا الموضوع. يعني احنا نحتاج إلى مستوى عالي للأنتيبودي الموجود بالجسم حتى راح يساعد المرضى اللي هم في الدرجة المتوسطة قبل ما يوصل إلى الشديدة حتى يتعافون قبل أن يصاب في العاصفة المعروفة. نعم. طيب يعني لمعلومات يعني تحصيلية حول ذلك. نعم. يعني تحتاجون إلى مصاب بدرجة عالية من الفيروس أو بفيروس. نعم. قوية على جسم المصاب حتى يتبرع بالبلازما، يعني لم تجدون من هو مصاب بهذا النوع أو هذه الشدة من الإصابة؟ فعلا هو مثل ما تفضلتي حضرتك. نعم. احنا صراحة نحتاج إلى مرضى يعني كانوا في السابق مصابين إصابة شديدة، بحيث موجود العامل المناعي الأنتيبودي الموجود بالجسم كلش عالي عندهم، بحيث حتى يستفيد المريض اللي مصاب مرة ثانية. وطبعا تعرفين حضرتك حسب صنف الدم الموجود هم يعني مو كل أصناف الدم اللي ممكن احنا نحتاج، وحسب المريض نفسه ممكن يحتاج صنف دم ما عندنا احنا مصاب به. طيب. او المصاب اللي به السابق هو وصل مرحلة الأنتيبودي ما تقليلة جدا، فعلى هذا الأساس ما راح نستفيد من عدها. إضافة إلى البروتوكولات العالمية قللت من أهمية بلازما المناعة بصورة يعني خلينا نقول على مستوى عالي، بحيث تكون هي الوسيلة الشافية بعد. نعم. اكتشافات بأن بلازما المناعة في بعض طيب الأحيان يؤدي إلى الإصابة. نعم. نعم. يعني توقعات الصحة العالمية. نعم. وحتى الأطباء في العراق ينتظرون موجة ثانية قد تكون أقوى من الموجة الموجودة اليوم من الإصابات، هل هذه الموجة بحاجة إلى بلازما؟ يعني هل بحاجة إلى توعية المواطن إذا وجدت البلازما أو يعني الإصابة الشديدة التي تستخلصون منها البلازما حتى تستخدمونها في الموجة القادمة؟ نعم، في الحقيقة يعني قسم الصحة العامة في دائرة الصحة الديوانية عقد ندوات في هذا المجال، وحث المواطنين على المصابين طبعا على التبرع في هذا الموضوع، التبرع بالبلازما. واحنا على يعني خلينا نقول في بداية الشتاء هذا القادم وشدة البرودة ممكن نتعرض إلى الموجة الثانية، والموجة الثانية طبعا أكيد تحتاج إلى تكاتف الجهود بين كل قطاعات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني من أجل توعية المواطن، وخاصة في تعرفين حضرتك المسافة لازم تكون التباعد الاجتماعي كلش مهم، ولبس. نعم. الكمامات، الحرص على لبس الكمامات للمصابين والناس الذين لم يصابوا بعد. نعم، شكرا جزيلا لك معاون. نعم. العام لصحة المحافظة الدكتور يحيى فالح انضمت معنا من الديوانية.